السلام عليكم، معاكم مس أمنية، ودي تاني حصة من تأسيس من كيجي. المرة اللي فاتت عرفنا الليدرز. الليدرز قلنا 26، قلنا الليدرز كمان فيها نيم and sound صوت، اسم نيم sound صوت. طيب أخدنا ال A and B، A B and C، و A B and C، وعرفنا المفروض الفرق بين الاسم النيم والفيرب اللي هو الفيرب الفعل. وفي امهات بعتت لي صور ورق على الواتس بالهوم ورك اللي عملوه، ان هم عملوا بيكتشرز بالنيم الاسماء وبيكتشرز بالفيربس افعال. النهارده بقى هندخل على 3 ليدرز تانيين، هم دي اي اند اف. احلى نغمه لقيتها واحلى اغنيه ممكن تحفظوا بيها صوت الاي، تعالوا اسمعوه كده معايا. إيه 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 everybody everywhere، إيه 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 everybody everywhere، تاني إيه 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 everybody everywhere، إيه 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 everybody everywhere. طيب تعالوا اسمعوا إيه تاني. ب إيه ن pen س eh t set t eh n ten h eh n hen eh g egg eh 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 everybody everywhere eh 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 everybody everywhere. يلا قولوا معايا eh 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 everybody everywhere 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 everybody everywhere. D d d e eh 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 f eh 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 everybody everywhere eh 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 everybody everywhere eh 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 everybody everywhere. okay الاي حرف من حروف الفاولز، فاولز يعني حرف شقي، يعني حرف متحرك. طيب الاي قلنا الفاولز او الحروف المتحركه، مره تعرف تقول اسمها اللونج ساوند ومره تقول صوتها او الشورت ساوند. طيب اسمها لما يبقى عندي تو فاولز اي واي، لما يكون عندي تو فاولز اول واحد يقول اسمه، اسمه اي، التاني يقعد ساكت باي باي اي التانيه اي ل اي ل اي ل ايل. تر اي تر اي تري. ب اي ن ب اي ن بين. س اي ت س اي ت سيت. طيب ب اي ن بن ب n pen pen s et s et e e e e e e s et set t e n ten h e n hen e g egg e e e e everybody everywhere eh 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 everybody everywhere. اوكي على فكره انا لسه هشرح التو فاولز بتتقال ازاي، اسمها وصوتها، بس انتوا خليكم ماشيين معايا ان انتوا تحفظوهم الثري ليدرز دول، د ا
ف. طيب تعالوا بقى نرجع تاني للفاولز. مين هم الفاولز؟ اي 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 او اند يو. اي 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 او اند يو الفاولز اي 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 او اند يو. اي 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 O and U. E E E E E E. Everybody everywhere. E E E. Okay. طيب احنا قلنا ان احنا نعلمهم nouns. Nouns الاسماء. في فرق بين النون وبين الفيرب. طيب خلاص عرفنا النونز. النونز قلنا كل حاجة ينفع نمسكها في ايدينا. نون زي بن بول بوك كات اند رولر. في حاجات كتير قوي ينفع تبقى نونز اسماء. طيب ايه بقى اللي احنا الجزء اللي هنتعلمه في الحصة دي؟ هنعلمهم حاجة اسمها سينجولر، يعني حاجة مفرد، يعني حاجة واحدة بس. ونعلمهم حاجة اسمها برولر الجمع. يبقى الأسماء هي اللي بنبقى عندها نوعين، نوع singular يعني واحد بس، نوع plural يعني حاجات كتير. singular plural singular plural. طيب singular a pen a pen a pen a ball a ball. طب هو ليه هنا حطينا a يا ميس؟ عشان لازم في السينجولر واحد بس نحط a a، وفي an بس مش هناخدها دلوقتي. a pen a ball a book a cat a ruler. حاجات كتير قوي بتاخد سينجولر يعني مفرد. طيب السينجولر ينفع نحوله لبلورال حاجات كتير. a pen pens. طب هي جت منين pens؟ اول حاجة عشان احول حاجة واحدة لحاجات كتير الان اقول لها باي باي. ما ينفعش البرولر برولر الحاجات الكتير نحط قبلها اه، ما ينفعش. يبقى لازم نشيل مين الاه؟ باي باي يا اه. ونكتب الكلمة دي هي هي ب. ادي بي وبي اي واي ان ان. شلنا الاه بس حطينا في الاخر ايه يا شباب؟ اس. برافو عليكم. ودي نقول عليها اس الجمع، اس بتاعت البرولر الجمع. طيب اس الجمع دي بتيجي عند مين بس؟ بتيجي عند النونز الاسماء، والاسماء اللي نوعها تعد، عشان في اسماء ما تعدش لا تعد زي المية مثلا. يبقى اسم يعد، في منه سينجولر سينجولر حاجة واحدة، برولر بلورال حاجات كتير. singular a or an pen. البرولر pens. طيب تعالوا بقى نكتب كرة واحدة a ball ب a l l ball. طب انا عايز اخليها balls جمع كتير. نكتب ال a no باي باي a. نكتب b a l l ونحط في الاخر ايه؟ s جمع. طيب تعالوا نجرب الكلام ده عشان ده هيبقى الهوم وورك بتاعكم. لو انا عندي a book a book، عاوز اخليها كتب كتيره كتب كتيره. يلا نكتب a هنا no، نقول ايه؟ باي باي a باي باي a. مش معانا في الكتير، انتي مش بتحبي الحاجات الكتيره. p او اوكي ونحط ايه في الاخر؟ برافو عليكم. اس الجمع اس الجمع. يبقى ده سينجولر مفرد حاجه واحده، برولر حاجات كتير. تعال نبص على الكلام ده في الورقه الصفحه اللي قبليها. سينجولر حاجه واحده، برولر حاجات كتير. السينجولر اه، عرفنا منين ده سينجولر؟ عرفنا منين ده حاجه واحده؟ اه. عرفنا منين بقى ان ده حاجات كتير بنز كتير؟ الاس بتاعت الجمع a s. singular فيها a، البرولر فيها ايه؟ s. singular a مفرد، برولر الجمع s. a
بن بنز a ball balls a للسينجلر is للبلورال اوكي نقول تاني النونز الاسماء هي كل حاجه ينفع نمسكها في ايدينا النونز لو هي تعد ليها مفرد سينجلر جمع بلورال سينجلر بلورال سينجلر بلورال سينجلر a لازم نحط لها a بن منفع ان بس مش دلوقتي ا بن ا بول بنز بولز ايه ده عملنا ايه عشان نحول سينجلر لبلورال قلنا ايه يلا قولوا باي باي ا ما تجيش معانا هنكتب الكلمه هي هي ونحط في الاخر اس الجمع باي باي ا نكتب الكلمه هي هي ونحط في الاخر ايه اس الجمع يبقى النونز النونز اللي هي كاونتابل يعني ايه كاونتابل يعني نعدهم ينفع نعدهم ممكن تكون سينجولر بلورال سينجولر ا بن ا بول ا بوك ا كات ا رولر وبعد كده ممكن نحولها لبلورالز بلورال جمع حاجات كتير بنز بولز كاتس رولرز بوكس نحط لها اس الجمع وانا عملت لكم صور خلوها هوم وورك ليكم عشان خاطر تشوفوا هنحول ازاي مفرد لجمع المفرد باي باي ا نكتب الكلمه هي هي شاطرين ونحط في الاخر اس الجمع ا بوك باي باي ا بوكس ا كار باي باي ا كارز A ruler باي باي A rulers سهلة جدا طيب تعال نرجع تاني للجزء الصوتيات انا دلوقتي مفروض ان هو يعرف 6 sounds 6 sounds A A B P P C K K D D E A sorry ثانية A A A F, F, F. طيب نبتدي بقى نعلمه مقطع صغنن خالص P, A P, A P, A P, A, G P, A, G P, A, G P, A, A, G طيب P, A, G أنا دلوقتي الوحش افتح بقه لو انا عايزه وحش كبير ينفع ياكل الكلمه دي ثلاث مرات ب ا ج لا خلي الوحش بقى بتاعنا ياكل الكلمه دي كلها مره واحده مره واحده يعني ما يقفلش بقه يقول ب ا ج لا باج كلها كلها ده وحش جعان جدا باج طيب تعال نجرب تاني ك ا ت تعال نجرب ياكلها كات ايه ده ده وحش جعان جدا تعال نشوف هنا د ا د د ا د يلا خليها ياكلها مره واحده داد ات ات فات شفتوا اكلها ازاي لعبه جميله جدا يا ميس يبقى الوحش بتاعنا بدل ما نقول ب ا ج انا وحش جعان I am hungry bag cat dad fat الوحش بتاعنا bag cat dad fat b a g bag k a t cat d a d dad f a t fat
نشوف تاني، نعمل ريفيجن على اللي اخدناه في الحصه نمبر 2. اول حاجه دي د اي اه اف ف. لما يبقى عندي الاي ايل تري بين سئيت بئن سئت تئن هئن بن ست تن هن اه 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 everybody everywhere اه 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 everybody everywhere everybody everywhere a e i o and u. نذكرهم تاني a e i o u. النونز هو كل كلمة او كل حاجة ينفع نمسكها نقول عليها النون اسم. والنونز لنوعين، لاما يكون كاونتابل يعد او انكاونتابل لا يعد. والكاونتابل مقسوم سينجولر يعني مفرد حاجة واحدة، بلورال حاجات كتير. السينجولر ا لازم نحط قبله ا، البلورال بنشيل ال ا باي باي ا وبنحط في اخره اس. ونجرب يعملوا الكلمات سينجولر وبلورال. لو عجبكم الفيديو وحابين نكمل التأسيس اعملوا لنا لايك سبسكرايب للقناة عشان خاطر توصل لكم كل الفيديوهات. في حاجة اسمها جرس بتدوسوا وبتفعلوا الجرس وبتقولوا الكل عشان خاطر كل فيديو يجيلي انزله بيجيلك اشعار بيه. طيب بالنسبة اللي بيدور على الفيديوهات بالترتيب، في حاجة اسمها قوائم التشغيل، هتلاقوها من فوق جنب الفيديوز في قوائم التشغيل. بتدخلي عليها بتلاقي كل حاجة انا يعني كل حاجة حطها في فولدر او حطها في مجموعة. هتلاقي سنة اولى سنة تانية تأسيس قراية ازاي نقرأ تأسيس مع ياسين فيديوهات 10 دقايق، هتلاقوهم كلهم في فولدرز كده مع بعضهم هيشتغل ورا بعض. لو يلا عاوزين اي حاجة، ولو في اي حاجة برضو اكتبولي في التعليقات. لو عجبكم الفيديو، لو ما عجبكمش محتاجين حاجة اعملها تاني، حاجة واقفة معاكم انا موجودة. باي باي.